بأي طريقة. شوف أمك إيش محتاجة. أعرف واحد أعرفه شخصيا يقول لي: يا نايف جاء علي هم، جاء علي غم، جاء علي دين محتاج 50 أو 70 ألف ريال. يقول: قلت عرفت الحل. هذا واحد من الصالحين الطيبين، أعرفه مثل ما أعرف نفسي. يقول: عرفت الحل. يقول: دقيت على أخواتي، قلت لهم: أمي إيش ناقصها، أمي إيش محتاجة الفترة هذه؟ قال: والله محتاج الشيء الفلاني. يقول: أخذت عشاء وأخذت الشيء اللي تحتاجه أمي، ورحت عندها وسهرت عندها، وجلست أسولف معها وأتعشى معها وأهمز رجولها وأبوس رجولها. ويقول: إلين ما طلعت من البيت من عندها وهي تقول لي: الله يسعدك، الله يوفقك. يقول: أقسم بالله ما عدت 48 ساعة إلا ويفرج الله همي ويقضي الله عز وجل حاجتي. واحد يقول: طيب ودي أسوي هذا الكلام اللي أنت قاعد تقول عنه، ودي أسوي عن هذا الشيء، لكن أكون صريح معاك، أنا فقدت أبويا وأمي، أبويا ميت، أمي ميتة، ما أقدر أبر فيهم. أقول لك: إذا مات أبوك أو ماتت أمك ترى ما انتهى البر، بالعكس بدأ البر الحقيقي. أبوك وأمك إذا كانوا في قبورهم الآن في هذه اللحظة محتاجين لحسنات تدخل عليهم، ما يبغون فلوس، ما يبغون هدايا، يبغون حسنات تدخل عليهم. وما في إلا 3 طرق عشان تدخل عليهم حسنات في قبورهم. طريق: أنت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له. ادع لأبوك ولأمك حسنات الآن تدخل عليهم في قبورهم.